تعود جذور هذه التسمية موريتانيا بلاد المليون شاعر إلى ما بعد الاستقلال بسنوات قليلة، عندما وصلت بعثة من مجلة العربي الكويتية إلى نواكشوط عام 1967 للميلاد للقيام باستطلاع عن هذا البلد الذي كان تعداد سكانه آنذاك مليون نسمة، ويشيع في جميع أنحائه تعاطي الشعر وعلوم اللغة العربية في المدارس التقليدية المسمات المحاضر، حيث كان الطفل الصغير يحفظ قصائد من الشعر القديم ويقبل على ديوان العرب بنهم كبير كتقاليد ثابتة عند العائلة الموريتانية. ظل الشعر دائما في موريتانيا عبر العصور الصوت المعبر عن ثقافة بلاد الشنقيط في جميع المحافل والمنابر الثقافية، وتعتبر مهرجانات الشعر اليوم في موريتانيا أبرز تعبير عن ذلك. وعهد وفاء أحضرت قريبا دار قد تخيرها خير النبيين مهد الحق والكرم. ويرى الكثير من الموريتانيين وخاصة النخبة المثقفة أن لهذه المقولة ما يبررها في النسيج الثقافي للبلاد، وإن كان هناك من يتحفظ عليها بشكل مطلق ومبالغ فيه. فيها شيء من الصحة ولا يمكن إطلاقها بشكل مطلق، لا يمكن أن تطلق بشكل عام، ولكن فيها نوع من الصحة بحيث أن معظم الموريتانيين، لم نقل كل الموريتانيين، يتفهمون الشعر ويحبونه ويدركون معانيه، ويساعدهم على ذلك لهجتهم القوية التي تستوعب المعاني. هنا عندما جاء الإعلاميون العرب إلى موريتانيا في الستينات راجت عندهم هذه المقولة لكثرة ما وجدوه من الشعراء في هذه البلاد، وكثرة ما وجدوه من يحفظ بين الشعر الجاهلي والعباسي والإسلامي وما إلى ذلك. ثم إن الجمهور الشعر الموريتاني على نطاق واسع وغير متخصص يتلقى هذا الشعر ويحفظه ويناقشه. في هذا البلد الذي هو ولود بالشعراء والذي شعبه مهتم بالشعر، لا يوجد شاعر واحد يحترف الشعر في موريتانيا، أي يمثل الشعر مصدر دخل كريم له. إذن هذه العوامل فعلا تؤدي إلى تعثر الحداثة في الشعر الموريتاني. أصبحنا بعد الثورة الصناعية والثورة العلمية، عاد بعض من الناس ينتقدوا الشعر لأنه يقولوا عنه تنظير. مدى العصور على مدى الزمن الأخير مشهورة بعنها بلد مليون شاعر، وهذه ميزة أساسا معروفة في موريتانيا. هي تأشيرتنا للعالم الخارجي لا شك، دائما نلتقي بالمنتديات والملتقيات، حتى في النت، حتى في الملتقيات التي مثلنا فيها الوطن، نلاحظ أنه عندما تذكر موريتانيا يتبادر في ذهن الشخص تلقائيا بلد مليون شاعر. وعن أصداء هذه المقولة موريتانيا بلاد المليون شاعر في الذاكرة العربية بين المشرق والمغرب، يقول عدد من المثقفين العرب لقناة الثقافية: أرغب في أن يتم عمل تحاليل DNA للبن الأم الذي يرضعه الأطفال في أرض الشنقيط، فهل تضخ الأم من ثدييها لبنا إلى ابنها محملا بالشعر؟ لأننا نراهم في سن 7 و8 يبدأ ينظم الشعر ويبدأ يتحدث وتخرج من يده أو من فمه الكلمة كأنها الشعر نفسه. منتديات ثقافية في كل المجالس، في كل يعني اللقاءات، الشعر حاضر بقوة، الشعر حاضر بقوة، فلا تكاد تخلو يعني ندوة أو مؤتمر أو مهرجان أو حتى على يعني في المساجد على المنابر، يعني يستشهد بالشعر، دائما يستشهد بالشعر. وهذا الشعب غالبا هذا الشعب هو ينطق الشعر في كل شيء، والبادية أثر التأثير مباشر على هذا الشعر. ارتبط الشعر العربي بالشخصية الموريتانية إلى حد بعيد، وشكلت ليالي السمر ومجالس الموسيقى والطرب قديما وحديثا رافدا قويا لاستمرار عطاء هذا الفن الأول عند العرب في هذا الركن القصي من الوطن العربي بواد غير ذي زرع في صحراء من الرمال المتحركة، تماما كهاجس الإبداع عند شعراء هذا القطر. شنقيط مجد توالى عبر القرون وطالى، والشعر ينبت فيها بداهة وارتجالا، كانت لروض القوافي مثابة ومجالا، وإن فيها لشعرا عذبا وسحرا حلالا. هكذا تغنى الشاعر الكبير كابر هاشم بهذه الأرض الصحراوية، والتي وإن لم تنبت الكلأ والمرعى في أحايين كثيرة فإنها دائما تنبت الشعر والشعراء، وهو ما يؤكد فعلا أنها بلاد المليون شاعر. سيدي ولد أمجاد، قناة الثقافية، بلاد المليون شاعر.